صحة شريبتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث نقياس. الزواج نعمة من عند ربي، يوفر الاستقرار ويحفظ المجتمع من الأمراض. وإحنا ساعات نسمع ناس تقلل من قيمة الزواج وأهميته وكأنه ولا موضة قديمة. لهالناس هذم بالذات نقول لهم اقراوا وشوفوا شنو قالت أكبر الدراسات الغربية في العلاقات اللي تصير خارج إطار الزواج، وتوا تشوفوا العجب. أقرأوا على نسبة العنف المنزلي عند الناس هذم، وشوفوا ارتفاع نسبة القلق والإحباط عندهم، وتوا تفهموا أهمية الزواج والاستقرار للمرأة والراجل. وثم دراسة علمية زادة أثبتت مؤخراً أنه المعرسين يتمتعوا بصحة خير من العزاب، بالرغم من أنه المتزوجين هم عرضة أكثر للزيادة في الوزن والسمنة مقارنة بالرجال الآخرين. أما اللي ولينا نلاحظوه في أياماتنا هذه أنه الرجل ولا خايف من العرس، قوش عليه خايف من عفريت ولا من عزوز الستوت، واللي جي تحكي له على العرس يولي هارب وكسر ساقين اللي ما يجريش. وبالنسبة للطفلة ما قال حد الحد، وكل وحدة شنية غنايتها، وكل وحدة شنية حجتها، وكل وحدة وشنية حكايتها مع التوخير في العرس، كما في حكايتنا الليلة. خلينا نتفرجوا عليها مع بعضنا، ومن بعد نرجعوا ونكملوا حديثنا. محليها عرسها تعدى يا البنات هكا العروسات ولا لا؟ قديش حضروا عبيد وقديش موجودين كريهة، وهيك الحلو وهيك الفرقة، بارك الله. أنا ريتو عادي جدا، ديجا كلاسيك على الأخر، ريت العرس ثم حتى حد من العيد كيف كيف. أمان الساعة أنا كلهم مولعيني. والله عزيزتي، تعرف عزيزتي أنا ما عجبني حد، كلهم ما يدين شينا. يا بنيت يا بنيت يسير وتقطيع وتريش، تبهيش يا عرسها مش نورمال تعدى. أي طفلة تتمنى تعرس كيفها، إن شاء الله عقبالينا يا ربي. شوفوا محلها دارها يا البنات، تهبل دارها مش نورمال. كان العروسات ولا بلاش؟ صبرت ونالت فلوس وزين وعيلامات، ربي يهنيهم. صيب علينا صيب علينا من هالحكايات. قال له عرس، قال له جاعة راس، ريض الروح. مرحبا مرحبا، والله فرحتوني بجيتكم. أنا برشا على هاللمة. عايش شكرا لله، عايش شكرا لله، عايش شكرا. عايش اختي، عايش اختي، بيه العرس؟ العرس بيه عزيزتي، عقب فرحتك نفرح بيكم الكل، يعطيكم سبعة صوت وراجل مقدوس. امين يا ربي امين. ان شاء الله يا ربي. لما صفني دينا طويل. ما تقوليش امك مازالت شاده ما تعرس لك، كلمه تعرس لاخويتك الكبار. ما ذكرنيش ما ذكرنيش، جا الاول جا الثاني جا الثالث جا الرابع، وديما شادين صحيح. ما تعرس كان ما تعرس اختك الكبيره والثانيه والثالثه زادا. صبرني برا محسوب، مازال ثم هو اللي يملى العين توا. كان لقيته هني ما عندك فين تشوف، كان لقيته مزيان على الحديده النتف. انا اعطيني حتى حفيان، المهم ناخو راجل ونعرس. كنت عزيزتي يا خويا يا خويا يا خويا، كرهتوني في العرس، قالوا رجال صحيبي قالوا مرج، فهمت؟ انا يا على روحي يا هاري كهبت على 30 وما زلت نستنى في الصف حتى يوفى. ربي قوي ساعدك وساعدي انا يا رب. اجي لا احكي لي كيفاش عملت وطحت بيه، اش عملت وعرست، كيفاش احكي لي احكي لي. والله العيب فيكم مش في الرجال. يا ضحى ارزلوا شويه، كثرة ما تجي ورا العرس هربت الرجال الكل. وانت يا رؤى ربي خلقك طفلة، نحي شوية رجولية لعل الرجال يراوك امرأة. وانت اسمع عزيزتي، كلك عسل كلنا نعرفه، اما ما تسالش تواضع شوية، النفخة مش باهي راهي. وانت يا رامي وراسختي اللي مقدره لك ربي، ما ينجم حد يوقف قدامه وقت يقدر لك مش تعرس تو تعرس. ربي قوي ساعدنا يا البنات. امين يا ربي. الكلمات اللي قالتهم الفتاة اللي ما زالت كعرست لصحابها كان كلام في طريقه وعارف عنوانه. واحنا اليوم حديثنا قياس، كي نشوفوا النماذج هذه من الفتيات وكل واحدة وشنية مشكلتها،
وعلاش انتو ما عرست؟ وكي نربطوا هذا الكل بالاحصائيات والارقام اللي تتكلم على عدد الفتيات اللي صار وقت الزواج متاحهم وانتو ما عرسوا، واللي العدد متاحهم وصل تقريبا لزوز ملايين في تونس. وانا ما نحبش نقول انهم عوانس، اما نقول فات عمر وقت الزواج متاحهم، على خاطر هي من عند ربي كلمة عانس وحدها تعمل ألف عقدة وكلمة مرض من أولها. أما خلينا نواصلوا، مش هذا موضوعنا. في الزواج شوية ملحنة وشوية مرتبة اليدين، وصحيح كل شيء بالمكتوب، أما العبد زادة ما لازموش يحط من روحه ويقول هكا حب ربي. ولازمنا نعترفوا زادة أنه في مجتمعنا اليوم عندنا فهم مقلوب ومغلوط للزواج وللزوج والزوجة وللعائلة بصفة عامة. والدليل أنه كيما عندنا نسب عنوسة مرتفعة، عندنا نسب طلاق طالعة وفيها مؤشرات مرتفعة. وهذا شنو معناها؟ معناها يا سيدي يا بن سيدي، أمور العلاقات الأسرية وتنظيمها وتسييرها داخل بعضها عندنا، وهزم الخابية وحط في الجابية، على خاطر برشا مواقف وتصرفات بعدنا فيها على أصلنا وديننا وفطرتنا والمذكور في القرآن والسنة. وولينا في عصر لا عاد فيه الراجل بقدره ولا المرأة زادة، ونسينا ويمكن ما قيناش شكون اللي ذكرنا بأنه الراجل عنده واجبات كما عنده حقوق، وأنه المرأة مخلوقة من ظل الراجل واللي هي جزء منه وعندها حقوق في مراعاتها والماخذة بخاطرها ومعاملتها بالكلمة الطيبة. مش ولينا في برشا عائلات العازب والصبية هاربين من الزواج وتحمل المسؤولية، وفي المعرسين ولينا نشوفوا في برشا ديار تقولش عايشين فيها زوز رجال، عرف ومعروف والكلمة بختها والضرب لمن استطاع إليه سبيلا. عند اللي مش قارين ولا متعلمين صدقوني كيف كيف. الدين الإسلامي حكى على العائلة المسلمة وعطانا مفاتيح نجاحها وأسرار بقائها، وما علينا كان نعملوا بيها ونتبعوها. وتوا نشوفوا الفرق بينها وبين تعاليم أخرى ما عندنا حتى علاقة بها، عندنا 60 سنة وأحنا نتبقوا فيها، وريتوا كيفاش وقداش قاعدين نعانيوا منها. حديثنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة ليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. صباح الخير وليلتكم زينة.